أتقدم بالشكر الجزيل للإخوة في الهيئة العربية الدولية للإعمار والتمويل من الإخوة في اللجنة العليا للإعمار في فلسطين على تنفيذ مشروع صيانة شبكات الصرف الصحي في بلدية في مدينة جبالية. نشكرهم ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يكون في ميزان حسناتهم جميعا. نتقدم نحن أهالي شمال غزة أي مخيم جباليا بجزيل الشكر والتقدير للجنة العليا لإعمار في فلسطين بجهودهم المباركة لإعادة إعمار الصرف الصحي في هذا الحي، ولهم منا كل الاحترام والتقدير. بفضل جهود الفرق الهندسية والمنظمات الإنسانية تمكننا من تحقيق بعض التقدم في إعادة تأهيل شبكات الصرف الصحي، ولكن لا تزال هناك حاجة ماسة لدعمكم لاستكمال هذه الجهود وتوفير شبكات صرف صحي لكافة مناطق قطاع غزة.